السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتعلم فيه ازاي نغير كومبريسور K0 و K3. طبعا يا جماعة هي يعني هي العربية ما بتبقاش فاضية كده. العربية دي كان بيتغير لها كومبريسور وسربنتينا وريديتير، فكانت العربية فاضية خالص، فعشان كده هتلاقي ان الدنيا هنا سالكة شوية. هنا طبعا بنفك البلتات او المواسير اللي داخلة في الكومبريسور نفسه. والمسمارين الخرطوم ده خالص شلناه، لان هو الناحية التانية المفروض ان هو في السربنتين اللي هي خلاص مبقتش موجودة. دول الاربع مسامير اللي ماسكين الكمبريسور في جسم العربية. وهنا الفيشة البن بتاعها او الكليبس بتاعها لجوه. ثانية واحدة هنتنيه عشان يوضح لكم اكتر. اتنى الصاج اللي راكب عليه اهو، دوس على الكليبس واسحب الفيشة. ادي هنا الكليبس اللي بندوس عليه علشان نسحب الفيشة. بعد كده يبقى فاضل الاربع مسامير بتوع الكمبريسور والسير بتاع الموتور. هنهوي الاربع مسامير. اسلام شبكات الراي عارف جنينة الأرمان اللي جنب الحيوانات. اقول لك على حاجه، من سنتين بالظبط كان عندكم معرض. ايوه تعالى بقى كده انت جيت. كان في المعرض بنخش من البوابه الكبيره دي. ايوه البلد بنخش شمال كده، في شمال ويمين، انت بتخش الطريق عادي شمال معارض كده. كان في حته كده ضيقه بنلف فيها كده، وكان في ناس عايزه رمله الملاعب. ايوه اول ما تخش على اليمين كان في واحد في اليمين وواحد ورا، شركه الهدايه ده سبورت بتاع النجيله الصناعي بالظبط. طيب معاك. انا يعني كنت مودي البودره الحمراء دي هناك. كان احمد خطاب اللي كان بيودي الرمله العاديه، لو كنت ممكن قابلته هناك. انت رحت بالليل. دي المسامير اللي تحت. خش بعد 12. العربيه دي ليها اتنين، يعني ليها شكلين للكمبريسور، في منهم كلتش وكهرباء. ده الكلتش، الكلتش بيبقى عمره أطول من الكمبريسور الكهرباء. هنبقى إن شاء الله نعمل فيديو ليه الكمبريسور الكلتش عمره أطول من الكهرباء. فك سير. هنا ده الشداد او التنشنر بتاعه، هو الدينامو، يعني في الالوز ده بيشد اهو. وريه لكم دلوقتي واضح. هو ده فك الاول المسمار اللي من الجنب، وبعد كده نهوي. الاول كانت ماشي، كان المديريه جنب منك تروق عليه. فكينا بقى اللي في الجنب، بعد كده نهوي من قدام. هوناه بعد كده هنشيله خالص بقى من المكان بتاعه ده. ارفع لفوق ونزق الدينامو لورا عشان نرخي السير اهو كده، وبعد كده نزق. زق اسلام، زق
الدينامو لورا. في بعض الأحيان ساعات المسمار اللي تحت بتاع الدينامو بيحتاج يتهوى علشان يرضى يرجع لورا. ادي هو خلاص السير فكنا. هنفك بقى المسمارين اللي فاضلين فوق. كده خلاص فكينا المسامير كلها. نفك بقى الكمبريسور من مطرحه وهزه كده لحد لما يطلع من مكانه. الجلب هي اللي بتبقى مشبطة. هيتفك ونقفل عكس، يعني نغيره وبعد كده نقفل عكس ما فكينا بالظبط. شد على السير وبعد كده نقفل ونكبس. يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم. بس باشا قفش ما بيلفش ما بيلفش، انت المفروض لما تمسك دي يلف.